انطلقت فعاليات مؤتمر سملس شمال أفريقيا 2023 الذي يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية. خلال الفعاليات أشار المشاركون إلى أن استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات، إضافة إلى توفير الطلب اللازم على هذه الخدمات. هذا المؤتمر الذي يعقده وينظمه البنك المركزي المصري يمثل رسالة قوية لاهتمام الدولة المصرية ممثلة في كافة أجهزتها بالتكنولوجيا المالية والتحول إلى مجتمع أقل استخداما للنقد، أكثر إقبالا على التقنيات والوسائل الرقمية في السداد وإنهاء المعاملات المالية. اشتراك البريد المصري في سيملس نورث أفريكا للسنة الثانية على التوالي أمر الحقيقة إحنا بننظر له بأهمية كبيرة، ملتقى للتكنولوجيا وتبادل الخبرات، الحديث عن أي خدمات مالية حديثة أو شمولية لمجتمع أفضل لن تتأتى أبدا بدون دخول الهيئة القومية للبريد. النهاردة في سيملس شايفين من أول الكيانات الكبيرة، كيانات بنكية، بنوك عامة، بنوك خاصة، شايفين كيانات زي اي فاينانس، شايفين مالتي ناشونالز، شركات أجنبية، شايفين شركات ناشئة في مجال الفاينانشال تكنولوجي، ستارت أبس كتيرة. كل ده موجود معانا النهاردة في سيملس، وده بيدل على تهيئ بيئة إن هي داعمة من أول الكيانات الكبيرة المالتي ناشونالز لغاية الستارت.